مساء الخير لكم مشاهدينا وأطيب التحيات وما كنتم عم تتابعونا مباشرة على الهواء عبر فضائية نور الشرق وضمن برنامجنا المسائي الأسبوعي وقفي وموقف. قبل ما نخبركم شو هو الموضوع اليوم المطروح على طاولة وقفي موقف، بدنا نخبركم مشاهدينا أنه تم نقل موعد برنامجنا وقفي موقف بدءا من الأسبوع المقبل إلى يوم الخميس الساعة 7:30 المساء مع إعادة طبعا يوم الجمعة. يعني اليوم هو اليوم الأخير يلي منطلع عليكم بهيدا الوقت الساعة 9:30 مساء بدءا من الخميس المقبل. صرتوا بتشوفونا الساعة 7:30 المساء بتوقيت بيروت كمان مباشرة على الهواء وعبر الموقع الإلكتروني www.nursat.tv. هيدا التوقيت الشتوي لبرنامجنا. مشاهدينا اليوم وسط هالرياح العاتية اللي عم تجتاح شرقنا، وسط هيدي التحديات وهالموجة الهدامة يلي عم تقتل الإنسان كيانا وجوهرا، عم نشوف مشاهد كتير قاتلة لما منشوف أطفال مشردين، عائلات تفككت، نساء تم سبيا، بيوت تم تدميرها، كنائس مساجد، في عنف، في عنف حقيقي. اليوم هيدا العنف بيطرح عدة إشكاليات. اليوم وين السلام الحقيقي يلي نحن بنقدر نشوفه ولا هيدا العنف الآني أو الظرفي؟ وهل اليوم فعلا نحن عنا سلام حقيقي موجود؟ وإذا كان هالسلام هو موجود كيف بنسعى اليوم لتحقيقه؟ رغم أنه الناس اليوم بتقول أنه لو كان السلام قادرين نحن نحقيقه كنا حققناه، وما كنا عم نعيش في مجتمع بظل نزاعات كتير كبيرة، منا مذهبية، منا طائفية، ومنا أيضا تحت تأثيرات دولية كتير كبيرة. أمام كل هالإشكاليات اليوم رح نطرح موضوع السلام وكيف بنقدر نبحث عن السلام الحقيقي. هون في مقولة بحب أني لكم إياها، لما بيحكوا أنه السلام هو هدف أساسي وهام لكل إنسان، فهو يعمل جاهدا أي الإنسان للحصول عليه، يبحث عنه في أماكن كثيرة مستخدما وسائل مختلفة ومتنوعة لكي يشتريه ويمتلكه ويحيا به. يظن كثيرون من الناس أن السلام يكمن في الغنى فيسعون لامتلاك الثروات، وآخرون يظنون أن السلام يكمن في الصحة فيسعون للحفاظ عليه بشتى الوسائل، ومنهم يظنون أنهم يحصلون على السلام في بلوغ مراكز مهنية أو اجتماعية أو سياسية أو علمية عالية. لكن الإنجيل المقدس يعلن لنا أن المسيح هو من يمنح السلام الحقيقي. هيدا الشيء بدل مشاهدينا انه سلامنا الحقيقي دائما وابدا بنشوفه بحياتنا مع يسوع المسيح، وكيف بنشهد بحياتنا المسيحيه تنقدر نعيش بسلام داخلي قبل ما نعيش بالسلام الخارجي. اليوم على طاوله وقفه موقف معنا ضيوف هن متخصصين ومعنيين بانه يتحدثوا عن هالموضوع. معنا الاب القاضي الياس صليبه، رح يتطرق لموضوع السلام من الناحيه الكنسيه ومن الناحيه الروحيه. مساء الخير ابونا. اليوم مساء الخير لكل المشاهدين. كمان معنا مشاهدينا من الجانب الآخر الدكتور كارولين بالش، اللي هي أيضا معالجة نفسية وتعنى بهالقضايا اللي اليوم عم نشوفها بمجتمعنا، وقد عم نشوف في حالات نفسية عم بتأدي لانعكاسات سلبية بمجتمعنا الراهن. مساء الخير دكتور كارولين. يعطيك العافية ومساء النور للجميع. شكرا لحضورك معنا. إذا مشاهدينا على مدار ساعة مباشرة على الهواء بكون معكم أنا وزميلي المخرج ميشيل عبد الله، ولكن حبينا نستهل كمان برنامجنا بتقرير متواضع من مدينة يبرود السورية، وكلنا بنعرف سوريا قديش عم مرت بظروف صعبة ولا زالت يعني عم بتعيشها، ولكن كمان يبرود مثل باقي المدن بسوريا عانت الويلات، ولكن دائما الإرهاب يهزم والسلام هو اللي بينتصر. ورح نشوف بهيدا التقرير كيف أطفال يبرود أنشدوا السلام. تحت عنوان يا سيدة السلام أعيدي لنا السلام، وبمناسبة يوم الطفل العالمي، علت أصوات 300 طفل وطفلة من منطقة يبرود السورية، وفاح منهم عبير التعطش للسلام في زمن باتت فيه طبول الحروب والقتل والتهجير تسبق طبول السلام. صرخة أطفال يبرود أدت في إطار احتفالية خاصة أقيمت برعاية مطران حمص وحماوة يبرود للروم الملكيين الكاثوليك يوحنا عبد عربش في كنيسة السيد للروم الملكيين الكاثوليك بحضور الأب جورج حداد وفاعليات ومؤمنين. وقدم الأطفال باقة من التأملات والقراءات تمنوا خلالها أن يعم السلام في سوريا وأن تعود إليهم فرحتهم الضائعة. وفي كلمته سأل المطران عربش الله أن يمن على سوريا بالأمن والأمان. أيها الرب الإله،
احمي أولاد هذه الأرض وأنقذهم. نسألك أن تسمع صلاتنا وألا تؤخر منح أرضنا السلام. انظر يا الله إلى دموع الأطفال وجفف دموع الأمهات وأسكت صرخات الألم. وفي الختام جاب الجميع في مسيرة شعبية سيرا على الأقدام حاملين الشموع هاتفين نعم للسلام وكفى متاجرة بأرواحنا. أبونا الياس تأثرت يمكن لما شفت صورة هالأطفال، هيك الأطفال اللي بدت على وجههم لغة البراءة. هدول الأطفال يعني أنا بتذكرهم لما كنا بيبرود كفتنا على الكنيسة، وكان يعني الحرب بعدها بأولها هونيك بمدينة يبرود، ولكن هلأ عم نشوفهم عم بيرتلوا عم ينجدوا للسلام. ما بعرف شو الصورة اللي بتقدر تقرأ فيها هالمشاهدية. أنا بس شفتهم تذكرت نفسي، لاني مشيت من معلول على يبرود سنة 2002، فبعرف يبرود منيح يلي هي امتداد للقلمون اللبناني، وبعرف يبرود وبعرف رجالها وبعرف نسائها وبعرف قديش عندهم حب للحياة. والكنيسة هيدي قسطنطين وهيلين بعرفها منيح، ومن الكنائس القدم تراث يبرود ومعلولة تراث عريق، و ايه بيتأثر الواحد صحيح. أبونا اليوم الأطفال عم ينجدوا السلام، اليوم كل واحد منا صار عم يتعطش للسلام الداخلي. يعني اليوم لما بنحكي قدام مطلق حدا إن كان معني بموضوع ما أو غير معني بهالموضوع، بيقلنا أنه ليش نحن بدنا نبحث عن السلام الخارجي إذا كان نحن سلامنا الداخلي ما منعيشه. فأي السلام اليوم يلي هو لازم نحن نسعى لتحقيقه، هل هو السلام الداخلي أم السلام الخارجي؟ يعني كانك عم بتقولي لي باللغه القانونيه واللاهوتيه بنسميه نحن الحقل الداخلي والحقل الخارجي، واثنيناتهم جوهرهم بالكتاب المقدس مثل ما عملتي مقدمتك هن التطويبات. التطويبات هن الروحانيه المسيحيه بالانجيل اللي اعطاها المسيح لحتى نحن نعيشها. شو هن التطويبات؟ بعطي وحده منهم، طوبى لساعين السلام فان ابناء الله يدعون. يدعون أبناء الله، ليش يدعون أبناء الله؟ وليش السلام بهذا المعنى المسيح ركز عليه؟ شغلة كتير بسيطة، نحن بس بدنا نشيل الفقر، بدنا ننزل عند الفقراء ونعيش مثلنا، نعرف شو هو الفقر لنعرف كيف بدنا نشيل الفقر من الحال اللي هنا عايشين فينا الفقراء. إذا أنا بدي أعيش بسلام بدي انزل من عليائي وعيش مع المتألمين حتى اقدر اعطيهم هذا السلام يلي هني بيفقدوه. وانا السلام اللي عندي اياه يلي افكر حالي اني اتحمل هذا السلام، هو هذا السلام الحقيقي، هو انا عيش بغنى مال او بغنى صحة او عيش انا برفاهية معينة، مفكر انه هذه هي السلام، بس هذا اكتفاء الانا الترابي الموجود فيه، مش الاكتفاء الانا الروحية السماوية. والشي ما ببين معي إلا بس بلش أفقده حبي حبي، بلش حس أنه أنا وين السلام، دغري بيختفي السلام من داخلي. سلام ظرفي هيدا آني. سلام ظرفي آني، مش مبني إلا على الأنا، الإشباع الأنا الذاتية، وبيخبي وراء صحيح كوارس كبيرة. صحيح، لذلك بتشوفي أكتر ناس متألمين بالحياة هن مش الفقراء، ومش مش اللي قاعدين تحت القصف، مش اللي قاعدين تحت المجازر، مش قاعدين بالسجون. يمكن اللي قاعد بالسجن عايش سلام أكثر من الجلاد من برا. ليه؟ لأنه السلام بينبع من الداخل، بينبع من القناعة، من الضمير. السلام بينبع من القيم، السلام بينبع من عيش التطويبات، من المسيح اللي ملي له قلبه. مين هو المسيح بمعنى آخر؟ المسيح هو الثقة، أنه أنا عندي ثقة بشخص اسمه يسوع المسيح، قال لي عيش التطويبات وعيش قبل، لقد تنازل آخذ صورة عبد. وإذاش أنا بدي أتنازل لعيش هالعبودية. لذلك أنا بشوف الصور يبرود حسيت حالي ياريتني أنا بيناتهم وياريتني أنا موجود بعمان. شكراً أبونا على التوضيح. دكتورة كارولين، الأبونا الياس تفضل وتحدث عن نوعين من السلام، السلام الأرضي والسلام السماوي الإلهي.
ما بين هالنوعين من السلام، شو هو مفهوم السلام الحقيقي؟ نحن اليوم عم نستبق السنة الجديدة 2018، لأنه بنعرف مع بداية كل سنة العالم كله بيحتفل بيوم السلام العالمي، بس نحن بحاجة لهيدا النهار كل يوم. فشو هو مفهوم السلام الحقيقي وكيف نحن لازم نسعى لتحقيقه؟ السلام هو فكرة للحقيقة بتنطلق من الشخص، ما فينا نفصل بيناتهم. السلام هو منطلق تفكير ويقظة فكر بتتجلى لحتى تبني للآخرين نتيجة خلفيات تربى عليها بتؤدي إلى الانسجام، انسجام نابع من الذات، والذات تعني الواقع والمبادئ اللي تربينا عليها نحن شخصيا يلي بتنطلق وبتنعكس مباشرة على الأفراد. فإذا هي السلام هو فعل وجود يبدأ من الأنا، بتصير على شكل عدوى وينطلق للآخرين. فإذا هو عملية اكتفاء، هو عملية انسجام، هو عملية استباق أمور وفعل توقع، عملية بصر وتبصر وعمق بالتخلي عن الإرادة للوصول عن طريق الترفع والتسامي عن كل شيء أرضيات للدخول لعالم الملكوت لمعرفة المجد اللي انعطى لنا، هو أكيد معرفة كماليات الله يلي عطينا إياها لنقدر نحن نكمل بهذه الحياة بواقعية، لنقدر نعيش بسلام. لما نحن منعيش بسلام أكيد هالسلام الداخلي رح ينعكس انسجام مع الآخرين في التعاطي، ألور نحن عملنا خطوة جريئة نحو الآخر، فبتجعل الآخر هو يمتثل فينا وياخدنا المثال والمثل والقدوة. هيدي المثالية اللي عم تحكي عنها دكتور كارولين، هل بتشوفي اليوم تتطبق بهالمجتمع اللي عم نعيشه؟ يلي صار في حقد، صار في كره، انفقدت في المحبة، في حرب، في تهجير، في ألام كتير كبيرة. وين هيدي المثالية السلامية اللي تفضلتي تحكي عم تحكي عنها، وين بدنا نلاقيها بين كل هالمشاكل؟ للحقيقة نحن لأنه تخلينا عن الموضوعية صرنا نفكر بذاتي بأنانية، نحن عم نتخلى عن كل شيء كبير وعظيم لحتى نقدر نلاقي التوافق النفسي اللي نحن بنتمناه. فإذا هي فعل كفاءة، فعل إيمان، فعل ثقة بالله. لما نحن ما عادش عندنا مرجعية، نحن صار كل واحد منا هو الشخص المثال بالنسبة له، هو الإنسان القدوي اللي بده صاحب القرار. وإجتنا هلأ التكنولوجيا اللي لتلعب دور كتير أساسي كمان منه، والإعلام بيلعب الدور الأساسي في توجيه الأمور والتحديات. هي فعل التحدي، هو السلام يؤدي إلى التحدي بس بناحيته الإيجابية. نحن عنا صار التحدي هو الصراع ما بين ديكين، ما بين شخصين متنافسين على مركز على السلطة، وبيتطور لحتى يؤدي إلى دمار الشعوب وإلى حرب. ومنشوف الحرب، والدليل على ذلك تلاميذ أولاد يبرود والشعب السوري والأولاد بكل دول العالم وبكل الشرق الجريح. أبونا يعني عم نسمع اليوم عن حروب عم تزيد ومشاكل وعملية خطف، ومن كم يوم شفنا شو صار بالأبونا بجمهورية مصر العربية. يعني هالحالات كلها عم تزيد. يعني وقتا نحن عم نبحث عن السلام بحسب ما تفضلت الدكتور كارولين بالمفهوم الحقيقي الروحي الوجداني، وهالعمليات عم تتكاثف ونزيف الدم المجاني عم ندفعه يوميا، شو نظرة الكنيسة لهالموضوع؟ نظرة الكنيسة لفقدان السلام هو فقدان الحرية. الإنسان بطل حر، بالعدم الحرية بتؤدي للعبودية، أصبح الإنسان عبد، عبد الأنا، الذات وتحية الأنا، عبد المال، عبد السلطة، بقول مربوله شهوة جسد ومجد الأرض. السلام بمعنى المسالمة فيما بيننا وين موجودة، لأنه أصبحنا عبيد. سلام بمعنى الأمن وعدم الحروب، نحن أصبحنا عبيد. السلام الذي يعد به الأنبياء الكذبة يلي هن أصحاب السلطة، يلي هن اليوم مقلين حالهم بالمجتمعات. سلام في الحقل الداخلي والخارجي بيسوع المسيح اللي حكينا عنه وين موجود؟ صار كليته نسبة. السلام بمعنى الصلح وين موجود؟ الناس ما عاش عندها ثقة ببعضها. السلام بمعنى الاستقامة، ما في لا ضمير ولا استقامة. السلام بمعنى التواضع، الرحمة، الضمير، النزاهة. السلام بمعنى التسليم لله، مش الاستسلام للعبودية، للعبد للآخر. كلنا سلمين لبعضنا البعض، كلنا عبيد. وهذا الكلام
بدي صفيد أقول فيه بعد خبرة متواضعة، نحن عبيد وليس أحرار، والعبودية ما بتحررنا منها إلا الطوائف والأديان. نحن عبودية للعشائر، عبودية للطوائف الممذهبة اجتماعيا مش مذهبة روحيا. يعني رؤساء الطوائف اليوم صار بهمهم الطوائف اجتماعياتهم، تقاليدهم، عاداتهم، وجودهم، مش حضور الله موجود بيناتهم. يعني بطلت المذاهب عم تشتغل لتوجه مؤمنين نحو الله، صار عم بيحققوا وجودهم بس بالاستمرارية. بدنا أشخاص يستمروا يكونوا عبوديين لإلنا حتى فينا نستمر نحن بمؤسساتنا. لذلك صارت العشيرة هي أهم من الدين، صار الزعيم أهم من الدين. أنا اليوم أقف على المنبر وأحكي، ويوقف غيري يحكي على المنبر، رجل له سلطة في المال وسلطة في الكرسي، مين بيتبعوه؟ بيتبعوا السلطة الزمنية، بيسمعوا أكتر فإذا المشكلة هون جوهر المشكلة هي الحرية. نحن بنفقد الحرية، نحن أصبحنا عبيد سلطة مال وعبيد شهوة جسد ومجد أرض. هون صلب الموضوع. بس هيدا الشيء ما بيفقد الأمل إنه اللي دلل في صلاح ويدل في صد ضمير لحتى، وربنا بيبعت لنا دائما أنبياء صلح مش أنبياء كذبة، مثل الموجودين اليوم بيدعونا بربيع عربي أو بيدعونا باجتماعيات مثاليات، وهي بتكون مخبي من وراها هي تدمير المجتمع. نعم. مش هي نمو مجتمع، تدمير المجتمع تدمر. والبرهان على ذلك اليوم نحن بعصر مفهوم النسبية والاستهلاكية والنفعية. هذا العصر هو دمر القيم والأخلاق، صار كل نسبة، صار كله منفع، صار كله استهلاك. نعم. هو فعل إيمان بده ينطلق من الذات لحتى يغير هالمجتمع ليقدر يكمل فيه ويبني فكرة جديدة يلي هي بتساعد على السلام، ينطلق فيها، لأنه المفاهيم يلي بننطلق فيها بالطريقة الغلط قالوا إنه هي أكيد حتودي على الغلط. فإذا هي فعل إرادي لنبني شخص سوي متوازن وفكرة سوية لنبني هالمجتمع، بدها تنطلق من فعل إيمان بقضية الله، بقوة الصمت والهدوء والسكينة بفعل العمل، والعمل بيكون تطبيقي لتمجيد الله. لما أنا بحط قدامي ربنا يتمجد اسمه، انه هو بده يكون طريقي وهو خلاصي، هو عطيني كل هالأيام وأنا حطت بأمرتي وبين إيدي وأجعلني سيد عليها، من هون حررني. فإذن هيدي الحرية الأبونا يلي عم يتكلم عنها وعم بيقول إنه الحرية هي فعل تحرر من الأشياء المادية الدنيوية، لأنه كل شيء هو في خدمتي ومن أجلي وأنا السيد ممثل لإله. وهيدا بيجي علم النفس بيأكد هيدي الطريقة، وعلم النفس التحليلي بالذات بيقول إنه نحن عندما نتحرر نجد السلام، عندما نتحرر نزرع الفرح والهدوء والرضا والسعادة وين ما كان، وبالتالي نحن مستعدين منصير لحتى نبني شخص جديد وإيماناً بقضية معينة يلي هي البعد عن العنف والحرب والاغتصاب والتشوهات المزرية. هلأ عم نشهد بالأيام الأخيرة سلسلة اغتصابات متكررة بلبنان، خلينا نحكي عن بلدنا. نعم. هذا الشيء كمان جديد عم نشهده بأراضينا لبنان، يعني المعروف بالانفتاح بالقيم بالأخلاقيات. اليوم بدأنا نشهد في انفلات بمكان ما كمان، يعني نفسيا شو قراءتك لهالحالات اللي عم بتصير؟ بس بدي اقول لك شيء، كمان بتخلي العائلات تعيش بعدم استقرار وبعدم طبعاً سلام داخل بين ابنائها. يعني هالاستقرار يلي الانسان بيفتش عليه، هي عمليه الاغتصاب هي موجوده منذ بدايه الكون، بس كانت محصوره ضمن الاشخاص الجهله يلي ما بيعرفوا طريق الصواب وطريق الصح من الخطأ والمبادئ.
نحن لما بنتعرف على ذاتنا يعني بنكون عم نتعرف على القيم والمبادئ، ونحن عنا منطلق هو الإنجيل والتعاليم. لما بنبتعد عنا وعنا مغريات الحياة يلي هي إن كان بالسلاح إن كان بالمخدرات إن كان بالأفكار الإنترنت يلي هو سبب أساسي لتشوه الصورة، صار الإنسان بيتصرف بطريقة غريزية فطرية هي بتخليه بتديره لأنه فاقد عقله، وبالتالي أنه الاغتصاب هو عملية جريمة يحاكم عليها أول شيء الضمير والعقل، هي ضد المبادئ الإنسانية لأنه تجرد الإنسان من إنسانيته. فلذلك أنه نحن المغتصب هو يعاني شعور كتير صعب من بعد ما يقوم بجريمته، بس لذلك كمان يتوجب عليه انه على المجتمع اللي حواليه مش بس يدينه، لازم ان يحاكم حتى يعرف قيمه هالجرم يلي عم بيعاني منه. بس هيدي اكيد يعني ورايا اسباب نفسيه، اكيد اسباب نفسيه نتيجه التربيه، يمكن هو لانه تعدى بفعل تعرض للاعتداء بفعل ما نتيجه لما كان صغير، فذيل اراد انه ينتقم من هالمجتمع بطريقة ذاتها، وهي نحن منشوف أغلبية الحالات هي بتكون بهذه الطريقة لأنه بجرب يحكي للأهل للمقربين منه ما بيقبلوا دايما حق عليه، هو المجرم والمذنب، هو كان الضحية أساسا تحول إلى مجرم. ليه؟ لأنه ما حدا ساعده مسك بإيده ليقدر يتخلص ليترفع عن هالشي اللي مرق فيه، فنقى أفضل شخص، بنقي شخص مش حيالله شخص ليغتصبه، شخص إنسان متدين ملتزم صاحب سلطة صاحب مركز لحتى يقوم معه مثل الشخص اللي بيقتل نفس الشيء. هون أبونا يعني قصده دكتور كارولين أنه التنشئة الدينية كمان إن كان مسيحية أو إسلامية بتلعب دور أساسي بموضوع التوعية عند الناس، يعني هي عم تقول كمان ضحية المجتمع هو ضحية كانوا صار مجرم، فالتنشئة والتوعية ضروريين. هي التربية تبدأ في المنزل، تبدأ مع الأم أول شيء، هي الدورة اللي تعطي العاطفة الحنان الرعاية الأمان الاستقرار مبدأ المسموح والممنوع الوعي الحضور الكامل دور البي الحاضن الحاضر السلطة بده يميز انه هون غلط هون بيسوى تعمل هيك هون ما بيسوى تعمل هون مسموح هون مش مسموح، يحاسب عليها بالحوار بالتفاهم، اذا تجرد منا قالور انه هون عندنا مشكلة. قبل ما ندخل على بريك ابونا نظرتك يعني كأب اليوم روحي لهيك مواضيع عم تكون من جراء اسباب نفسية عم تؤدي لجرائم قتل واغتصاب والى ما هنالك من افات عم نشهدها يوميا بمجتمعنا اللبناني. يعني انا ما رح ضيف شيء على الاشياء النفسيه ما بعرف فيها، بس انا كل شيء في يقوله هو انه فقدان الحريه او بالاحرى استعمال الحريه بشكل خاطئ، لانه مثلا اللي صار اخر شيء انه الزلمه بده يتجوز عنده مره عنده اولاد وهو ناطور ترك مرته وترك اولاده وراحت عدى على امراه صبيه وارتكب مع جرم قتلها. فانه اكيد هون صرنا بفعل ايماني وفعل مرض، يعني صار عنده في مرض في عنده مشكله نفسيه في مرض هون اكيد هون رحنا مرض يكون بالعمل من دون ما يكون في مشكله نفسيه. هلا الرادع الايماني بالموضوع وين صار؟ اكيد هون الرادع الايماني له دور، والزلمة لو هو رجل متدين ورجل بخاف الله ملتزم إيمانيا وملتزم إيمانيا بأي دين التزم فيه، ما في دين بيعمل هذا الشيء ولا دين لأنه مش معقول. بس أنا كل شيء بدي أرجع أركز عليه وأرجع أقول بأنه استعمال الحرية بشكل خاطئ، لأنه دائما كل شيء عم بصير هو بالنهاية إنسان حر عم بيرتكبه، بس عم نستعمله بشكل خطر مثل المدمن بحريته بروح على الإدمان. نعم هي تبدأ مشكلة نفسية وتتحول إلى مشكلة عقلية، يعني صارت أصعب بكتير معالجتها أصعب بكتير. بس كيف تحولت لصير عقلية؟ لأنه هو زرع الفكرة هو اشتغل عليها وصارت هاجس عنده واشتغل بهيدا الهاجس ومشي فيه، صارت أنه كل همه يحصل على مشروعه التدميري، ومشروعه التدميري هو كان
بالاغتصاب او بالحرب او بالقتل او بتعاطي المخدرات المؤذيه التي هو بيعرف انه حتدمره لإله وتدمر بيئته كمان حواليه. نعم. بعتقد اللي عم بتقول الدكتوره بتطبع كل الحالات يلي هن تركوا بلاد اوروبا والامكانيات المريحه اللي عايشين فيها واجوا انغرسوا بالحرب العراقيه السوريه وبليبيا وباليمن. ممكن نحط اللي كانت عم بتقوله بهذا المجال، انه شو هو المبرر يتركوا بلاد عم عملت لهم كل الحريه وكل وسائل الراحه وكل الامكانيات الترفيهيه ويجي ينخرطوا بالدم وينخرطوا بالعنف بهالبلاد هيدي؟ نعم. لانه الاستعداد النفسي، الاستعداد بالتربيه الخاطئه، ما اوجدوا الفكره الحقيقيه، ما اوجدوا الفكره الحقيقيه لحتى يلاقوا عندهم هدف سامي يلجأوا له، فهربوا إلى القتل والدمر. رح نتوقف نحن وياكم مع بريك أكيد، ورح نتابع نحن وياكم حوارنا المتبقي من برنامجنا وقفة ومواقف. رجعنا لكم مشاهدينا تنتابع نحن وياكم برنامجنا وقفة موقف مباشرة على الهواء عبر فضائية نور الشرق. يعني عم نطرح فيه موضوع كيفية تحقيق السلام الحقيقي المنشود يلي كل واحد منا اليوم بيطمح انه يعيشه من الداخل قبل ما يعيشه بالخارج. اليوم بالمحور الثاني كمان مع ضيوفنا الاب القاضي الياس صليبة والدكتور كارولين بالش، رح نتطرق بهيدا المحور لموضوع اخوتنا النازحين خصوصا الاطفال يلي قست عليهم الظروف وباتوا اليوم أطفال مهجرين مشردين كمان عندهم أوضاع نفسية صعبة. مع الأب القاضي الياس صليبة بهالمحور سوف يتحدث عن موضوع الإعلام، لأنه احنا بنعرف نحن اليوم أمام نزاع كتير كبير في إعلام عنفي وفي إعلام سلامي، وما بين الإعلام العنفي والإعلام السلامي في مصير واحد هو مصير الإنسان. دكتور كارولين، رح نشوف تباعا على الشاشة مشاهد لأطفال نزحوا تهجروا عايشين اليوم بمخيمات، إن كان بالعراق إن كان حتى هون هن بمخيمات بلبنان، وين ما كانوا هن موجودين تهجروا من أرض آبائهم وأجدادهم في ظروف نفسية كثير عم بيعيشوها. يعني في عائلات كانت من عيال الأرستقراطية صارت تحت الأرض، يعني نقطة الصفر بسبب التهجير يلي ألم فيهم. هذا الشيء بيؤدي لانعكاسات سلبية على أوضاعنا النفسية. من هون يعني انت اليوم كمعالجة نفسية عم تشوفي مثل الحالات كلهم عم يجوا لعندك وعم تدرسي هيك حالات كتيرة، كيف بتشوفي اليوم لازم الناس تتعاطى معهم وكيف لازم نحن انه ننظر لهم لحتى نخفف من هالوطأة النفسية اللي بيعانوا منها؟ اوكي، اول شيء بدي اقول انه هيدا الحاله اللي عم بيمروا فيها هي بتاثر على نموه، على كافه انواع النمو عند الولد، الاجتماعية، العقلية، النفسية، الجسدية، الحسية، الحركية، الانفعالية، التعاطي، العلائقية، وبالتالي هي بتخلق عنده ضغوطات نفسية. من هيدي الضغوطات يلي نحن منشوفها كثيرة أكيد القلق، التوتر، عدم انسجام مع الذات، عدم قبول الواقع أو خضوع للواقع المرير بكل سيئاته وبكل المشاكل، يعني صار إنه لا محال انه، وبالتالي عدم قبول الانضباطيه المبادئ العامه للحياه، يعني هني رافض للحياه العامه، هني بيحلموا صار عندهم الحياه طبيعيه حلم، يعني اذا بيطلعوا بيشوفوا شخص فايت ليزورهم هني بيطلعوا فيه بنظره انه هو هيدا الشخص كانه حلم يصيروا مثله. اول شيء وهيدا الشيء بيدمرهم اكيد وبيأذيهم وبيتعلموا على التصرفات السيئه، هيدي تقودهم الى التصرفات السيئه لانه في التعاطي وفي الاختلاط الغير منظم، في غياب صار في غياب للمبادئ والقيم، لانه عايشين بالخيمه الوحده شيء 20 شخص 25 شخص يمكن اكثر. ونحن انا لاني بالصليب الاحمر كمان انه بنواجه كمان حالات كثير وبنشوف وبنعرف ريبورتاجات عنهم وبنشوف الاشخاص اللي بيتابعوهم قديش بيجوا مكتئبين وعم بيعانوا، يعني بيصيروا بيطلعوا باولادهم انه بيشوفوا انه هالفرق
بين العيش اللي عايشينه هني وبين الاولاد، الامراض اللي بيتنقلوها يلي حتى بتصير انه غياب اهمال لذاتهم، اهمال لجسدهم لمبادئهم. نطلع هون وبنشوف مثلا انه هون سعادتهم صارت انه فرحتهم وهني يلي نحن عم نشوفها ابتسامه حقيقيه لما بيرقدوا، لما اذا وهون بنلاحظ كمان انه هي الطريقه بالتعاطي مع بعضهم هن وعم يتقاتلوا هي بتبلش معهم بالعنف، لانه الحوار مفقود لا سلام بيناتهم، وبالتالي انه هن رح يكملوا ورح يعيشوا كآبي هن مشروع الغد الفاشل. يعني اذا ما تداركت الدول الامور نحن اكيد رح نتاثر سلبيا جميعا كل اهل المنطقه هون بهيدا الظرف يلي لانه هني مشروع عم نشوفهم على الطرقات بالتوسلات بالتسولات بالسرقه بالاغتصاب، هني مشروع دمار حقيقي لوطننا، لانه نحن هني هروب لعنا، نحن اول ناس نحن رح نلاقي نقطف هيدي ثمره الغلط يلي عم بيصير. نعم. دكتور كارولين، الأطفال لما نحن بنعمل معهم لقاءات إعلامية بتعرفي بلاقي إن الأطفال عندهم براءة على وجوههم وبيحكوا بعفوية. اليوم أي طفل بتسألي ليش أنت موجود هون؟ ليش أنت تركت بيتك؟ ليش صار معكم هيك؟ بيقول لك داعش. هيدي هاللغة، لغة داعش الإرهاب. كيف إنه اليوم نفسياً بتقدروا تشيلوها تستأصلوها من أذهان الأطفال؟ ما عم بيصير في متابعة حقيقية عميقة ياخدوا الولد من بيئته، بدون أول شيء يشيلوه من بيئته، يغيروا له البيئة، لأنه الفكرة مزروعة براسهم أنه فكرة داعش. نحن للحقيقة هي داعش بكل شخص منا من طريقة تعامله بالطريقة السيئة والسلبية مع هيدا الولد بنظرة دونية. لما نحن بنطلع فيه أنت بهيدي الشفقة وهيدي الرحمة بدون رحمة، يعني هالشفقة الإذلالية اللي منطلع فيها هون داعش. بحد ذاته عمل داعش أكبر من أنه نحن نشوف القواص والضرب. بقصد يعني اليوم طفل بعمر 4-5 سنين بيقعد بيسرد لك رواية كيف تهجر، هيدي رح يحملها على كبر، يعني بتضلها مترسخة بذهنه، وهيدا الشيء بيضله يشكل له نوع من الخوف، والخوف لما بيسيطر على طفل بهيدا العمر بتأثر على نمو شخصيته وفكره، بس يعني بريعان عمره. يعني اول شيء هيدا كيف طريقة انه لازم تشتغلوا عليها؟ غياب الطفولة حرموه من اهم ايتاب بحياته، هيدي ستاب يلي بيعيشها اول شيء طفولته، انه يعيشها ببراءة، صار بيحكي باللسان الكبار وبيتصرف تصرفات الكبار، وهيدي جريمة بحد ذاتها. كيف لازم نعمل؟ اول شيء لازم نشيله من بيئته، ننتشله من هيدي البيئة الملوثة، لانه نحن ما عم نوعى كشعب. وفي شغلة كمان بدي اقولها يمكن شوي مأزية، انه هن مبسوطين بهذا الوضع، الاشخاص الموجودين بالخيام مبسوطين لانه عم يصلهم كل شيء على الهين، لما بيجيهم كارت، لما بيجيهم مي وكهرباء واكل ومازوت وانسي دو سويت، يعني كل هودي الاشياء هني صار عندهم عمليه اكتفاء. نحن بنقعد وبنجيب اولاد وبنزتهم بالطرقات للتسول للسرقه لبيع المخدرات. ونحن وانا لاني بشتغل بمناطق البقاع الشمالي بعرف شو يعني الجريمه يلي عم بتصير هونيكي، كيف عم بيبيعوا المخدرات الاولاد عم بمرقولن اياهم. اول شيء عدا عن التعاطي، كيف عم يعني صاروا الاولاد يلي بيشوفوهم صاروا مصدر رعب للناس اهل السكان المنطقه. فلذلك انه لازم يكون في وعي اكثر من المسؤولين لحتى يشيلوهم ينتزعوهم من هيدي البيئه حتى لا نتاثر نحن كشعب لبنان، وبالتالي في وقفة ضميرية مصيرية تجاههم هن كمان، تجاههم هن يعني هن اولاد المسيح مثل ما نحن اولاد المسيح، يعني نحن على شكل المسيح ونحن تلاميذه واولاده ومنحبهم نحن، فاذا لازم نساعدهم اكثر واكثر. واي شيء بينطلب لازم ينعمل بوعي، مش لانه عم بركض لانه انا ورا الماده، لازم اركض ورا الانسان لساعد هيدا الانسان
كون حد وحط ايدي بايده لانتشله من هيدي البقره يلي موجود فيها. نعم، هون بيجي ابونا دور الضمير، يعني دور الضمير انه كمان بالوقوف الى جانب الاطفال من جهه ولا جانب الشعب من جهه ثانيه. ما في شك انه الضمير هو هالصوت الباطني في الانسان، والضمير هو اللي بيدفعه حتى يعمل الخير، لانه محاكاه العقل يلي بيتميز فيها الانسان ما بيقدر يعطي محاكاه العقل الا ما هو فيه الخير، لانه العقل الباطني مع الضمير مع الحريه بدها تولد الخير، لانه مصدر الخير تبع العقل هو الله. بكل مره الضمير بيشتغل بتشتغل المقدره بتشتغل وبتشتغل اللاوعي تبعه يلي هو العقل الباطني. بعمق ضميره لكل انسان هو عم ينسج خطاب مع الخالق، عم ينسج الخطاب، لانه الله لا يتكلم مع الانسان الا من خلال حقله الداخلي هو ضميره وتاملاته وفي قلبه. بكذا ما برجع لضميري برجع لصوت الله الموجود فيي، برجع لصورة الله الموجودة فيي، برجع لخطاب الله يلي هو منسميه مثل هالمغناطيس يلي عم بحوم على هالأرض. لأتلقطة بدي أرجع لفوت على الضمير. كل مرة منترك حالنا للعبودية كأنه نحن عم نطلع من صوت الضمير، كأنه عم نطلع من العقل. وكل الأديان متوافقة مع بعضها، أي شيء يخالف العقل نتوقف عنده ومنتركه لحتى نفتش نشوف لوين بده يؤدينا، وأكيد ورحنا للشر. بس أنا بدي روح باتجاه بعد إضافة للضمير، بدي روح كبين للضمير الإعلام. اليوم كنا حكينا بعد البريك أنه في عنا أعلام عنف وأعلام سلام. اليوم يا أما مننقل صورة النزاع بطريقة سلمية أو مننقله بطريقة هدامة، واليوم الإعلام عم بيكون جزء من الحرب الدائرة اليوم بهالمنطقة اللي عم نعيشها عم نعيش فيها تحت وطأة هالويلات. كيف بتشوف اليوم أبونا دور الإعلام بهالموضوع؟ وبرأيك مش لازم يكون في استراتيجية واضحة اليوم للجسم الإعلامي وين ما كان، بالشرق مثل بالغرب كمان؟ هلأ حتى ما نحكي كلام كتير كبير ونظريات، ولكن المال اللي عم يندفع للإعلام مثل اليوم الإعلام بيجي بيقول إنه أنا بدي أسكر مؤسساتي أو بدي أخفف بشكل عام كل الإعلام بالعالم العربي، نتيجة إنه هالمال خف. وهذا المال مال شو؟ هذا مال استهلاك، استهلاك لاستنفاع ما. شو هو الاستنفاع؟ بس منشوف مثلا إذاعة بدون ما نسمي هلا على الإعلام بدعية، إذاعة لدولة عظمى موجودة حدنا فتحت بلغتها العربية، بعد شوي منكتشف فيها عم تسوي افكار، عم تسوي حروب، عم تسوي. بنشوف دولة تانية جارة على شمالنا، شمال لبنان، شمال لبنان، عم تفتح هلا على دول عربية إذاعة عربية وهي لغتها مش عربية. شو بنفهم منها؟ بس بنشوف في دول عربية فاتحة لحتى تحارب بعضها بالإعلام. شو بدي أقول؟ بدي أقول إنه الإعلام هو صناعة مثل ما أنت قلتي. هالصناعة هيدي لمحاكاة المشاهد، بدي انقل له صورة وصوت للتسقيف والتوعي والتوجيه لوين؟ نظرة مجردة او نظرة موجهة؟ بدي احكي نظريات، النظريات هي سكر التلفزيونات ويروحوا كليتهم على صوت الضمير، يروحوا كليتهم يعيشوا حريتهم. بس يسكروا تلفزيوناتهم، التلفزيونات لوحدها بترجع بتسكر، بس يرجعوا لحرية ضميرهم. مثل ما قلت هذا الاله يلي مسمي حاله النبي الكذاب يلي مسيطر علينا، حتى هيدا ما عاش له مطرح بيناتنا. محاكاة الأنا السماوية يلي موجودة بكل واحد منا بتضرب محاكاة الأنا الترابية اللي كلهم عم بيحركوها فينا. شو بيحركوا فينا؟ كبولنا وسائل التعليم، لهيونا. شو يعني لهيونا؟ يعني عم بيحاكيونا فكرنا بطريقة لا وعي وبيوجهونا. ونحن بنعرف كليتنا بانه نص الارهابيين اللي اجوا على سوريا والعراق اجوا نتيجه انترنت، خطابين انترنت شدهم
يعني حتى لو قفلنا التلفزيون في عنا مواقع أوكي. تواصل أوكي. أحد الإعلاميين قلت قبل مرة بدون ما أسميه على التلفزيون هلأ لأنه بشان ما جرح بالشخصي، أحد الإعلاميين الزعماء الكبار بلبنان بقول رسمال تمييلة الانتخابات هو خطابين، خطاب طائفي وخطاب مذهبي، بحرك المشاعر كليته، بياخذ القطيع بمشي. فمعناتها نحن وين حريتنا؟ رحنا على التبعية. وين ضميرنا؟ رحنا الاستنفاعية والاستهلاكية والنفعية. فالتلفزيون حلو نحضر ريبورتاجات عليه عن الحيوانات، لا بالعكس، التلفزيون حلو نحضر ريبورتاجات عليه عن الإيمان، التقوى، الفضيلة، عن الكنائس، عن المعابد وباقي الأمور. أنا أفضل ما نحضرها. بالعكس، هو صوت الحق، الإعلام هو صوت الضمير، صوت الوعي، لأنه بيضوي على الأمور المخبية اللي نحن ما عم نقدر نشوفها، نحن ما نسمع بس عم نشوفها. يعني هو الكوتي بوزيتيف يلي بيضوي على الأمور. يعني إذا كان في شيء غلط، إذا نحن توجهنا على الإذاعة الغلط، مش معناتها كل الإعلام ما بيسوى. هو صوت الحق وصوت الضمير اللي بيساعد، بيورجي المآسي، عم بيدل على المآسي. يعني هو عم بيدل على جوهر المشكلة. نحن عم بس الغلط اللي عم بيثير بالعالم عم يستخدموا جوهر المشكلة لمصالحهم الشخصية. هي استغلال، استغلال للجسم الإعلامي ولعظمته ولقيمته، لأنه هو عم ينقل رسالة واضحة صحيحة. هو صوت الضمير. الإعلام أنا بالنسبة لي هو صوت الضمير، لأنه نحن لما منشوف مشكلة دايما منعطي إكزامبل للشخص، منقول له بيجي حيلا شخص هو عنده مشكلة، بنجي منقول له نحن لازم نتعلم من تجارب غيرنا. فإذا الإعلام هو عم بيضوي على هيدي المشكلة، عم بيورجي المآسي حتى نحن نتجنبها، مش حتى نطورها ونأذيها ونخليها انه تدمر ونقول بتسكر. هيدا من حيث المبدأ صح دكتور كارولين، بس لما الإعلام بيتناول قضايا اجتماعية بطريقة جارحة، يعني لما بيحط لك أطفال على الشاشة عم يتم اغتصابهم، لما بيحط لك أهالي هون دور الرقابة، وين الرقابة؟ لما بيحط لك أهالي مثلا نايمين تحت الجسور بطريقة كتير بشعة، أول شيء بتشوه صورة البلد وبتسيء لها العائلات ولكراماتهم. يعني مزبوط نحن نعرف الحقيقة بس ما نعرفها بطريقة ما تجرح كراماتهم. هون وين؟ هون لما نحن أنا إنسان عم فكر بإنسانيتي وأنا عم بتصرف بصفة الإنسان، أكيد ما بسمح لحالي إنه ينزل مثل هيك ريبورتاج. يعني هون يجب أن يعاقب الشخص أو يعرف مفهوم في كل وظيفة عندها نظامها وأسسها ومبادئها، فلذلك نحن لازم نلتزم فيها، لازم يعرف ينعمل له دورة تدريبية. مش حيلا شخص هو كومبيتان إنه أو كابابل إنه يطلع يعطي يلقط الميكرو ويحكي لحتى يعمل إنه سبق صحفي. فإذا سبق الصحفي بده ينعرف كيف بده ينعمل ومع مين، مع أصحاب الاختصاص يلي هني أصحاب الضمير، يلي هني بده يكونوا لسان الحال للناس، للي بتدل على الحرية وبتبشر بأمل جديد وبتساعد الأولاد، وخصوصا الأولاد يعني، وبتوعي الأهل، لأنه الأهل نايمين ميرسي أورفوار عم ناخد اللي بدنا إياه، ميرسي خلص. لأنه مثل هيك حالات بتنعكس على نفسية الأطفال، على نفسية العائلة 100%. يعني نحن مثلا من فترة منا بعيدة كان عنا لقاء مع مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، كان جامع عدد كتير كبير من الجسم الإعلامي بقلب مقر الوزارة، كان طرح هذا الموضوع أنه اليوم على الإعلام أنه إذا بده يتناول أي قضية بتتعلق بفقر، بطفولة، بعائلات مشرد، يعني أنه بشيء مؤثر كتير. أنه نعرف كيف نحافظ على نقل الصورة، نقل صورة هؤلاء الأطفال، لأنه بيتأثروا اجتماعيا. هالطفل عم بيشوف صورته على التلفزيون، عم بيصير متنقل بأحاديث ما بين الناس، وهيدا بتأثر على اجتماعيا وعلى تكوين شخصيته. بدي ألفت النظر لشغلي، أنه نحن كل شيء منشوفه من نحن ونوفوني، بدي أقول لك من عمر 40 يوم نحن منبلش، ما بينمحى من ذاكرتنا، بيتخزن صور وبيتحول. إذا هالصورة منا واضحة كتير لأننا بيروح على اللاوعي عنا، وإذا كانت مشوهة وبتخوف بتخلق عنا، بتروح على المكبوء شيء اسمه الكبت، بصفة الكبت، وبالتالي بتتفجر عنا مواهب يلي هي دمار للآخرين وانطلاقا من دمار الذات، لأنه ما حدا بيأذي غيره إلا ما يكون عم يأذي حاله.
من هيك احنا كاعلام ما لازم نكون اعلام متاجره، لازم نكون اعلام لبناء الانسان. جستم هيدي اللي نخلص فيها اليوم بتتويج الحلقه. ابونا قبل ما ندخل اكيد على ختام وقف موقف، دور اليوم اليونيسف والمنظمات الدوليه، الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الامم المتحده، وين كل هدول المنظمات والجهات الدوليه المعنيه بحقوق الانسان امام تحقيق السلام؟ بصراحه انت معوده على صراحتي دائما، كله موجه ما في والشهود هي القضيه الفلسطينيه، شهود الايزاديين المسيحيين بهذا الشرق، ليبيا، اليمن، سوريا، لبنان، الشهود موجودين، القضيه الفلسطينيه العظيمه، القضيه الام، ليك شو عم بصير. كله مبرمج، لأنه كله شهوة جسد ومجد أرض، كله عبودية، ما في حرية. أنا وأنت والدكتورة، الله وضع فينا حرية، الحرية هي سلامنا الداخلي. اليوم بسألنا أعطانا الحرية، أنا أعطانا هذا السلام. هذا السلام لا يحد، لأنه السلام نابع من جوا. نعم. المسيح على الصليب يحاكي ذاته بسلام. الجلاد اللي موجود على أقدام الصليب واللي عم يطعنوا بالحربة، عايشين القلق، عايشين الخوف، مرعوبين، والمصلوب عيش بسلام عم بيحاكي ذاته بكل فرح. هو عم بطمنهم، هو عم بيطلب لهم المغفرة. ليه؟ لأنه هو عم بيعيش هذا السلام، هو السلام. من اليوم نحن في عنا بركة موجودة بهذا الشرق، هني أشخاص بعد عندهم إيمان، هني اللي عم بيكونوا مصدر السلام. اليوم قديش نحن بدنا نوقف قدام عظمة اخوتنا الاقباط قدام عمليه القتل ويقولوا الله يسامحهم، بنتي تجوزت عريس، اهم عريس بالشرق، اهم عريس بالعالم، اهم عريس بالكون، هو يسوع المسيح. ما رح لاقي عريس اجل منه. شو هالايمان، شو هالسلام، شو هالكسره، الكسره مثل بيقولوا هيدا الدم غلب السيف تبعهم. عملية التسامي، هذه بتسمى عملية التسامي اللي بيسبقها عملية إجرامية هي أذية النفس، وبالتالي بيترفع الإنسان عن كل شيء، بيطلع نحو الله بيقول له أنت مبارك علينا وعلى كل الأمور اللي بتبشرها. نعم. أبونا كلمتك الختامية لبرنامجنا اليوم، شو بتحب تقول للمشاهدين يلي عم بيشوفوك؟ على بدي تشكرك وتشكر الدكتورة، وبدي تشكر المشاهدين اليوم بكل قاص الأرض، وإن شاء الله برنامجكم الجديد كل خميس 7:30 بكون بركة. والسلام بدنا نعيش التطويبات، التطويبات أي نحن بدنا نحن نكون صانعين السلام بذاتنا لنقدر نعطي للآخرين. نعم. دكتورة كارولين كمان كلمة ختامية منك. أنا أول شيء بدي لكم مرسي، أتشكركم على هاللقاء الحلو، بتشرف كل مرة أنه كون ضيفي معك ليا، هذا شيء فخر لإلي. تسلمي، أنا بحبك كتير كمان، مستقي منك كتير قصص. مرسي. بس أنا بدي أقول السلام يبدأ من المراقبة الذاتية، من مراقبة الأهل أثناء الطفولة، تعليم الصح والمبادئ، وبالتالي المراقبة الذاتية، لأنه ما في شيء بهالدنيا بيستاهل كلنا تاركين وفلين مثل بعضنا. السلام الداخلي، السلام الداخلي هو انسجام مع ذاتنا والتخلي عن الأمور الدنيوية لمجد لتمجيد ربنا المجد لإسمه. شكرا لك دكتور كارولين بالي، شكرا لك ابونا القاضي الياس صليبا. كمان بدي اشكر بختام وقفه موقف الزميل ميشيل عبد الله المخرج لبرنامج وقفه موقف. مشاهدينا فيكم تتابعوا اعاده بث حلقه اليوم يوم غد عند الساعه 3:30 ظهرا، وايضا عبر اليوتيوب الخاص بنور الشرق وعبر الموقع الالكتروني www.nursad.tv. وبذكركم انه الموعد الجديد لبرنامجنا صار كل يوم خميس الساعه 7:30 المساء مباشره عبر نور الشرق. شكرا لطيب متابعة، إلى اللقاء.